يا نادين، نهارك ابيض. وخلينا نقول في البدايه، رغم اي اداء ورغم اي نتيجه، منتخبنا الوطني ما زال متصدر مجموعته في التصفيات المؤهله لكاس العالم. صحيح يا خالد، نهارك ابيض بخطين حمر طبعا، ونهار كل مشاهدينا الكرام من جماهير نادي الزمالك سعيده وخير ان شاء الله النهارده. الحقيقه فعلا يا خالد، انا يعني مش عارفه المفروض ان احنا نقول مبروك لمنتخب مصر على التعادل امبارح ده، بعد طبعا ما كنا متاخرين بهدف على ارض ملعب غينيا بيساو ووسط جمهوره، ولا المفروض ان احنا نزعل على خساره نقطتين كانوا مهمين جدا امام منافس تاريخه متواضع بالمقارنه كده بتاريخ منتخب الفراعنه. ولكن هو الأهم إننا امبارح ما خسرناش المباراة، لأن الخسارة لا قدر الله كانت ممكن كده يعني تقودنا بقى لسيناريو يا خالد احنا مش عايزين نتحط فيه، وهيكون سيناريو صعب جدا وغير متوقع في تصفيات. بنأمل طبعا كلنا من بدري كده إن احنا نكون إيه يعني نحسم الموضوع نحسم بالظبط، الموضوع من بدري طبعا، ونقطع تذكرة كده التأهل للمونديال مبكرا يا خالد. الحقيقه امبارح لو اتكلمنا على منتخب مصر يعني كان في كذا حاجه في المباراه، يمكن ادائنا في بدايه المباراه ما كانش بالشكل اللي احنا بنتمناه لمنتخب مصر، او بالشكل اللي احنا شفناه في بوركينا فاسو. كان في تهديف مبكر، نزلنا الشوط الاول كامل تركيزنا، ولكن الحقيقه برده كان في تدخلات عنيفه جدا طول المباراه. صحيح. من منتخب غينيا بيساو شفنا يعني ماما بالدي اللي هو كان رقم هو 17 نجم بالظبط، نجم المباراه طبعا بالنسبه لهم يعني. طبعا، ولكن شفنا تدخلات من عنيفة، شفنا تدخلات من رقم 19 عنيفة في المباراة. طبعا قوتهم البدنية مش نفس قوتنا البدنية، ولكن بشكل عام الحمد لله على التعادل، لان احنا يعني ما كانش هينفع خالص ان احنا نخسر مباراة زي دي وبالأهمية دي. بالظبط، يعني نادين امبارح المباراة بصراحة يعني بدايتها منتخب مصر بالنسبة للشوط الأول كان مستحوذ استحواذ كامل على مجريات الشوط الأول، لكن بالنسبة لنا كان استحواذ سلبي. يمكن عايز اقول لك على حاجه، يمكن الطبيعي والمنطقي ان التعادل مع غينيا بيساو ما يفرحناش ابدا، ما يفرحش منتخب مصر باسمه وامكانيات لعيبته الكبيره، ولا يعني ان هو ان انت يعني بالنسبه لك عملتي حاجه ايجابيه. انجاز. بالظبط، انت جايه من مكسب على بوركينا فاسو وقبليها مكسب في الماتشين وعندك 9 نقط، لكن لو هنيجي نبص لاكتر من عامل فلا، نتيجه امبارح تعتبر ايجابيه.